السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد. إن شاء الله اليوم عندنا لعبة محاكي سوبر ماركت. ما لا تنسونا من اللايك والاشتراك وتفعيل التنبيهات وأيضا الشير. طبعا يعطيكم العافية على اقتراحاتكم الجميلة. في عندي أكثر من شخص مقترح كم لعبة، هذه من ضمن الألعاب من ضمن الاقتراحات. فبنجرب اليوم لعبة اللي هي محاكي سوبر ماركت. فنقول بسم الله. حلوين. طيب الآن نقول أوردر جودز. اوكي، يعني يبغاني الان اطلب يبغاني اطلب ماركت. طيب وش نطلب؟ 35. هذا الحب واحدة توتل. اوكي، يعني ما معنى 50، فنطلب اشياء رخيصة في البداية عشان نقدر نبيع نستفيد، وعلى هذا يعني نستفيد يعني كذا. هذا التوتل فيه هذا الحبة، بس الحبة 79 سنت، او خلينا نقول يعني هلا لا خلينا نقول، ومجموعها فيها 8 حبات، وقيمتها كلها ب6 ريال. اوكي طيب، هي في 12 حبة، الواحدة ب3 ريال، فيمكن احنا نبيعها احنا ب4 او 5، يمكن او ممكن نبيعها ب4 ونص، نستفيد يعني ندبر ريال ونص افتراضا. وهنا ممكن نخليها احنا بريالين او بريالين ونص افتراضا، شيء زي كذا نستفيد. فناخذ احنا معنا ندور رخيص، هذا ارخص شيء للطحين. ناخذ 2 طحين ب12، نحطه في الكارت. وعندنا هذا اتوقع يمكن سكر مطحون، ناخذ لنا واحدة برضه. وهنا بعد حتى الآن مظبوطين، 18 بيكون كثير مرة. فناخذ مكرونة، شوف هذا جدا مناسب خلاص. طيب وصار في ياخذون فلوس على التوصيل. طيب خلاص، ننقص واحدة هنا عشان تكون جدا كافية. طيب نقفل من هنا، المفروض ان احنا وصلنا يعني كذا. اوه عطو وصلت، هلا بي. طب هذا المكرونة صفر هنا. اوكي الصف، والله الصف رهيب، والله الصف حلو انه يصف من نفسه، هذا اطلق شيء. خبز تحت هنا، ايوه مع انك ودي احط تحت بشوي اسعد الجودة من الموجود. والسكة نخلي في الرف الثاني، مثلا نخليه هنا. مظبوط 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 مظبوط. وعندنا اخر شيء الطحين، نحط الطحين جنب الخبز. طيب الحين نسعر، احنا كم قلنا؟ اتوقع هنا بيكون 90 بداية بريال، ما اتوقع كانت بريال التوست صح؟ كم سعر كان سعرها؟ الا هي بريال، بريال سعر الحبة. احنا بنخليها ده منها الافرج الماركت برايس 3. اوه كثير 3. طيب بنخليها احنا ب هنقول نخلي سعرها هي بكم؟ هي بريال، نخليها بريالين. بريالين مناسب، مربح ريال جيد. وهنا 4 يعني عادي، مربح حليل. وهنا الطحين نخليه برضه ريال ونص، ممكن والله ما نبغى نربح ريال حنا، خلها 2. ايه كذا كويس، كذا ريال ونص. وهنا خلها كذا ريال ونص، نربح ريال ونص. حلو، كم المكرونة؟ 3 ريال، او عفوا الماركت بريس. اوكي هي بسعرها بدولار او ريال، انا ودي اتاكد على السعر. بنخليها احنا دولار ونص، اوف كثير هذا، دولار ونص. هشوف مربح نص، بنخليها ريالين كذا، يعني نربح ريال. حلوين. وهنا بنخليها بدأ من هذا، بنخليها 3. ايه كذا زين، اتوقع كذا مناسب ولا انت كذا؟ صار هذا بريال، احنا خلينا 3 يعني ممكن
زيادة شوي، وهنا كان خلينا بقلين، وعندنا بعد هنا خلينا بقلين، وهنا خلينا بقلين، يعني زين الآن، يعني سعر مناسب، صح إنه غوير شوي بس عادي. طيب يبغانا الحين نحط هنا، نفتح أوبن، أوكي على طول، ما شاء الله سريع سريع. واحد مكرونة، اثنين مكرونة، أيوة سكر، أيوة يا حبيبي. طيب تمام، كاش كبير يبقى $1، اوكي كذا كذا هنا. طيب ايش الغلط؟ عدد اوكي بس اوكي، انت طيب اللي بعده لازم نحنا نعوض بس حبة واحدة مكرونة طاقة. اوكي كم يبغى هذا؟ اثنين اثنين، تمام كاش كاش كاش، يبقى له يا سلام يا سلام يا سلام. بطاقة اشتبه 8، عطوا اكتب كذا يا وي، اسرع شيء اسرع شيء يا حبيبي. هنشوف ال خلينا نفك شوي نتأكد. في كويس كويس كويس، وش اللي عليه سحب؟ والله ضف الطحين شبكة، ايوه مظبوط. طيب بما ان الاوضاع زي كذا الحين، ما حتى الان ما في سحب قوي، فممكن نطلب شغلة اضافية. تطلبنا شغلة اضافية لازم نقفل المحل شوي عشان نقدر احنا نحط ولا يشتغلون يعني. طيب الباقي باقي نص كذا، اوكي والله الشغل مرة كويس. ودك تفتح بقالة يا حبيبي، قلت ان البقالة شيء مرة كويس. ايوه وهذا نزل خبز خبز، كم باقي له؟ باقي نص، شيء نص، والله عسل يا اخي. كل يوم بقالة افتح بقالة يا حبيبي، ام الفلة. طيب خلينا نشوف احنا كم معنا الحين، تقريبا حدود 40. خلينا نسوي طلبية، نطلب واحد هذا، خلي يوصلون. ايوه شبكة شبكة يا معلم، روح شبكة. طب خلينا نقفل بس شوي، نقفل ما على طول، نحط لكم الجديد كونفليكس. ايوه بس شوقات 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 عشان ما ادري، لانه ممكن يخشون زباين هم يشترون، ممكن يضف ذا بس التسعيره حقتها كم احنا قلنا؟ هو بثلاثه صح؟ كم هو؟ هو بثلاثه، هو بثلاثه ريال، ممكن اخليه بخمسه، هو بثلاثه خله بخمسه. ايه خمسه حلو، خمسه خمسه مناسب. افتح يا حبيبي يلا سريع سريع، يلا وين الزبائن؟ يلا هم نبغى مكرونه، نبغى مكرونه واحد ما عندنا. نصبر شوي نصبر شوي. يعذبون يعذبون، كم قال هذا؟ هو الفكه. اوكي لا كذا اعطيناه كثير، كيف نرجع؟ نرجع كابتن ريموف. ريموف اوكي، خمسة ونص اللي بعده. ايوه اخذوا منك كومبلكس حقنا الجديد، مظبوط مظبوط مظبوط. هنا اتوقع معنا حق المكرونة، نطلب المكرونة الحين بسرعة نطلب. ايوه وضح ان المكونة جاء، بسرعة بسرعة بسرعة. هذا خله هنا، وي خله هنا، نحاسب الشباب. شبكة اوكي 4.5، اللي بعده يا سلام يا سلام. كم تبغى؟ تبغى 18 و3 ابلع.
بالله ضف من المكونة بالله شوي. ايوه ضف ضف ضف. ايه شيل شيل شبكة شبكة شبكة. أربعة. ممتاز والله إن الشغل عسل عسل يا عسل. هل نروح نحط باقي المكونة اللي معنا؟ باقي حب محدة مكونة. خلها هي خلها هنا مشكلة. عشان نخلي باقي الأشياء لا. إيش باقي؟ أو طحين. نبغى طحين نبغى طحين نبغى طحين يا معلم. جبنا واحد. أيوة سمي بوي. أوه خد هذا. أوكي دولار واحد. شيل بلا. أوه طحين قوي يخلص. جايك 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 يا مدير جايك. شبكة. اوكي شبكة. اللي بعده شبكة برضو. ابشر زهلني في لمبة هنا. هذه اللمبة. اوكي طيب وهذا ذا. يمكن اركب. اوكي حلوي اعطاها كذا. يبغالنا مكونة كويس. يبغالنا خبز. بس خلي خبز خلي كورة شوي. خذ خبز. وايش خذ بعد؟ وكون فليكس. اوكي اوكي ما عندي مشكلة ما عندك مشكلة ابد. العافية. سبعة ونص. حلوين حلوين حلوين. الحين ما في تلعب الحين كثير. اوه خبز. يبغى نطلب خبز كاش. اوه يا كاش خذ يا كاش. طيب نبغى نطلب خبيزة. نبغى نطلب خبز توست. سم 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 سم. ها واحد الحين. كم باقي؟ ثلاثة. اللي بعده أو شبكة. أنت عسل شبكة يا أخي. الله إنك عسل يا أخي. بس أنا قلت الحين يضفون الخبز يا بوي. أكيد نحبه. ايوه شغالين الحين. اوه في جونز باين. اوكي ايوه ما انتهى اليوم. يقول انت عشان خلص اليوم. يلا هذا اخذ زبون. نحط كذا اخذ زبون. خلاص اخذ زبون نقفل الليله. هذا الزبون الصح يضف لك اخري على اخر اليوم. يعطيك العافيه. فيقول نقض انتهى اليوم. اليوم خلصنا 21 زبون. اوكي واستهلكنا من الفلوس حقتنا 120 ريال. حلو وربحنا 100 ريال. والله ما غنيت. الربح 35 كان مرة حلو صراحة. يلا بسم الله نروح اليوم الثاني. طيب يقول احنا عندنا حاليا عندنا زي فاتورة يوميا ندفعها ولازم ندفعها. لازم ندفعها في اليوم حقها. واذا ما دفعنا ولا انها بتدفع اوتوماتيكية يعني. اوكي اوكي اوبن. ما عندي مشكلة. خليه يدخل زباين الان. خبز عندنا اوكي. ذا عندنا اوكي. عندنا 35. ايش يمدينا نطلب زيادة؟ زيت. زيت 18. عطنا واحد. حلوين. ابشر 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 يا حبيبي. ابشر أبشر. شبكة شبكة. ما عندك مشكلة. نحط الزيت يا حبيبي. نحط الزيت هنا. أسوأ شيء يا مدير قبل يجون الزباين.
كم ساعة هو بواحد ونص إلا ثلاثة. إيه بواحد ونص، حلو. الحين ما حد استهلك منه شيء، خله هنا. أوكي، أيوه شيء يعني أنا أحب الزبون اللي يشيل هذا. هذا الزبون أنا عندي المفضل بالفريق. شبكة، أحلى شبكة. تم يا عسل والله. الزبون اللي يضف هذا انا اقدر. الزبون اللي يضف ويبغى نطلب هذا السكر. اوكي سم. اوه يا اخي يلبق لكم، يا اخي يلبق لكم. اوه يبغى زيادة. اوكي. ابشر ثواني بس. صوخ اخر واحد شغال تو فاتح مشروع يعني لسه جديد وكذا. شبكه ابشر اذهلني. يقول في نكس. احنا عوضنا النكس بتاعت، معلش يعني عوضنا النكس. كاش. يلا شيل كاش. طيب المكرونة عندنا ناقصة، يبغى لنا مكرونة. جيب مكرونة يا مدير. يا أخي إيه، أتوقع إن إن شاء الله يكون في أيتمات زيادة وكذا. أيوة بسرعة، أنت في الزباين الحق. كاش هاي كاش. لا اللي بعده. اوه يا اخي يلبى قلبك يا اخي. شبكة، احلى شيء شبكة. سم يا مدير. يا اخي ذول اللي يدفعون كذا خرافيين، نعتبرهم ابطال يا اخي. طيب خلنا نشيك. اوه باقي فوضى ان حضرتها الغاض يمين كذا عشان نجينا قز الغاض. والله ذي ضفت كاش. واللي الصرف 2 بدي عندنا 4. بس حلو، هذا صرت حرفيا تو ذي الصرف من عندنا، فكتنا صرفها. وهذه بعدها هذه فنانه، اعطتنا النغار، اعطتنا يعني الحسب بالضبط. انا شوف احسن زباين اللي يعطيك الحسب بالضبط هذا فنان. اما اللي يجي يشتري شوي هذا واضح ذي بصرف. هذا جاي يبغى صرف مع 100 منك فيها، يبغى يشتري شيء خفيف. قال خلاش من البقاله كذا، النظام اللي اشتري بخفيف كيف 5 ريال والباقي في جيبي كذا. هذا بالضبط 7 5. هنشوف ايش ناقص عندنا. عندنا الخبز، عندنا والكونفكس خلص. استنى 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 استنى, استنى. اوكي يا مدير. كونفليكس اوكي. خلينا نفتح المحل. ودي شيء، هل في اشياء اضافية؟ هل في اشياء اضافية؟ هل يمديني اسوي طلبات اضافية؟ او يعني مستحيل تكون هذه بس الاشياء الموجودة يعني، مو قليل ولا يضفت. هذه شكلها بتسوي 10 مكرونة وبكره فطور بالضبط. هذه يا اخي يا رب اللي بالضبط هذا فنان. يبغى نطلب مكرونة. لازم نلحق اول باول، لازم اول باول. بدت تغيب الشمس. بكتب هنا مؤقتا عشان خلص الزباين. بس شبكة اللي بعده. حيل شبكة اللي بعده. يا اخي انت معسل يا اخي، الله يهنيك معسل. ثواني بس خلينا نشغل اللمبة. يا اخي اكيد انا متأكد انه يكون في شيء اضافي
حق ال اوه ان اجمع هنا 200 ريال اضافية، اخذ لي اخصى عشان اطلب اشياء اضافية. اوكي، وهنا 400 وذا، والله يا في مشاريع. كم تبغى؟ تبغى ريال واحد تشيل، وهنا او بالضبط ريال. اوكي حلوين حلوين، بس واحد طحين حبة حبة. ليش يا أخي؟ طاقة طاقة، حلوين. يلا اللي بعده، يلا اللي بعده. ها تمام، 8.5، عفوا نكست 8.5. اوكي طيب، خلونا نقفل شويات بس، نروح فنجان الليل. خلونا نطلب زيت إضافي. اطلب كرتون، دقيقة، ماركت، نطلب كرتون واحد. خلي كرتون فيه، والله تدري. خلينا نشوف هنا وش فيه. هنا ما عنده حاليا فواتير. اوه هنا اقدر اوسع المكان، اقدر اوسع بقالة 350. معناها ان لازم يعني احط الاشياء اللي عندي في البقالة، اخليها اغلى عشان اقدر يعني اتوسع بسرعة. وفي هنا هايرنج، اقدر اوظف ناس عندي، بس لازم اخدم اول شيء عندي 200 زبون، وانه يوصل عندي الليفل حقي يوصل ليفل 10. انا الحين حاليا ليفل 3 حاليا. اوكي بعدين خلاص يصير اجيب كاشير، بدنا كاشير 2 يعني. اوه يعني الموضوع بيتوسع مرة كثير. وهنا وعندي يصفون اغراض يا حبيبي، ويصير لهم راتب ديلي. اوكي والستورج 800. والله اول شيء نطلب الاغراض صراحة، يعني 200 هذه يبغانا نجمع. شكله بنحط نظام ان كل غرض ياخذها صفين، شكله بنخلي نظام كذا كذا، يعني مكونة مثلا كذا، مكونة 2 مثلا، خبز 2. فممكن انا اقدر اشيل؟ لا ما اقدر اشيل، لازم اخليه يخلص بعدين استبدلهم، احط هذا فوق هناك. ممكن ذا، دقيقة، شلون اقدر اشيلك؟ ايوه كذا مثلا، ولا كذا عشان اطبخ مثلا احطه هنا فيصير عندي شيء اضافية. طيب خلينا نقفل حق اليوم. نقصني، انا عارف اللي ناقصني هذا الزيت، هذا اللي طلب زيت وما لقى زيت، فخلنا نقفل الان. ودي لو اقدر اشيل هذول احطهم فوق، لكن شوف الحين اتوقع يمكن اشتري اللايسن الثاني، اتوقع براح الحين يمكن اشتري اللايسن الثاني، او اني اطلب. ما والله بطلب، مشكلة هلا بطلب الحين، بسوي اجيب الاغراض الباقية ونبيعها. هلا بجرب كذا اني ارفع سعر الكونفكس الحالة، بعطيه رفعة سعر محترمة كذا، بنظر هل يقولون اوه عادي يشترون وكذا، ولا بيقولون شيء. بخليه ب7 ونشوف. ربحي 4 ريال فيه، يعني ربحي مو محترم. اللي بعده زين، هذا اللي يجي منه علب نخليه هو الأغلى يعني، بنخليه ب4. يعني هنا الماركت برايس انه يوصل لهنا لين 4، حتى انا اتوقع الان انا اقل منهم سعرا، فبخلي 4. فالظاهر هذا المكتب رايس معناها هو سعر السوق الان اللي هم الناس يبيعون فيه. فخل نخلي الصفه هذه كلها ببيع انا ارخص منهم، ارخص منهم بشهر. شوف هنا بكم، هنا يبيعون ب5 و6 الا شوي، هذا سعر المحلات عموما. فاحنا بنصير زيهم، خلها 5.090 كذا، خلها شطيف على قولتهم مرة. وهنا كم؟ هنا 4.80، نعطيها هنا 4.5، ممتاز كذا. وهنا 4.5، احنا بنخليها هنا 4.40 كذا، تمام. وحين نفتح المحل يا حبيب، وخل نطلب كرتون طحين إضافي. نروح نطلب قطن الطحين هذا يا حبيبي.
خل الحين كذا مع البيع ذا شوف هل بيضفون من هنا مع انه يعتبر غالي شوي. اذا ما قالوا شيء ممتاز ما يصير، احنا نمشي على السعر اللي هم حطون سعر السوق العموم، واحنا ننقص عنه بالشوي، ننقص عنه عشان يعني نسترزق مضبوط. والله ضف الفوق اخي، ضف القدام دي. طيب يا اخي راحت اوكي يا اخي، احب اللي يضفون يا اخي. وبالضبط بعد لا انا مضبط هذا شبكه 19.30 والله ياخذون ياخذون. اهم شيء ان سعر السوق ما زد عنه، هذا فكر مره يعني فكره خرافيه. شبكه شوف الحين الحين قام تجي ارقام حلوه يا اخي، الحين قام تجي ارقام حلوه. لا كذا على كذا بنعتمد الحركه دي، ما دام يضفونهم بالطريقه ذي. شوف سعر السوق على 13 خلى حنا 10 خليه يدفع نسبة الربح حقتنا. هنا كم؟ نخليها ونص كذا. والخبز والله أنا مغلي شوي خبز، خلى على 4 دام يضفون على 4 خلى. أبغى أجرب عفوا أبغى أجرب أنا أزود، بزود أحد المنتجات بزوده بناظر. والله هذا اخذ اخذ هذا خبز، اي والله ياخذ خبز، خذ خبز حتى كان مدفع شوي. كم تبغى؟ تبغى نص بس؟ والله يوم ياخذ يا اخي، يعني معناها انه ياخذ حتى لو كان يعني يعتبر السعر مدفع، بس انه ياخذ. هذا شيء مره ممتاز يعني، مره حلو. والله جبنا ذا، تجي خلينا نشتري رخصة بس، نشتري رخصة حلو. الحين خلينا نخلص الزبون هذا. أو والله قام تضف ذي يا أخي، عسل أنت. شوف ناقص أخي هنا مكان، أنا أبغى يخلصون الرف اللي تحت هذا عشان نفتك حنا يعني. 10.3 حلوين. اوه اوه احنا فتحنا اللايسن ثان، فقالت اوه انه ما انت عندك ذا. 8 اوكي دقيقة. قام يقولون اوه والله في اشياء عندك، اشياء هناك ما جبتها، لان عشان انا فتحت اللايسن الثاني ما وفرتها. اوه هذه اشياء تبغى لها ثلاجة، انا ما عندي ثلاجة. طب خلينا نطلب شيء المطبخ ثلاجة. هذه لازم ثلاجة أكيد، يعني مستحيل تقول تقدر بدون ثلاجة. شوف 55 هذا الوحدة، وهذا ب 55، يا ساتر. نطلب هذا، حاليا ما عندي إلا ذا، فنطلب واحد. نحط الغرف جديد، هذا بيخلينا نسترزق مظبوط. المفروض احنا حطيناه كذا، خلاص نحطه هنا فوق. بس طفى واحدة اوكي. كم سعر هذا؟ هذا في السوق ب10. خلي حنا 10 صافية، ما عندي مشكلة. خلي حنا 10 صافية، مو مشكلة عادي سهلات. طيب خلنا نبيع شوي الحين عشان نسترزق زيادة، وبعدين نشوف نجيب الأشياء اللي بعدها. دخل خلنا شيء بكم الثلاجة اللي بدي شيء هنا على ال جو بيل. هذا ادفعها ادفعها ادفع، ما معي حقة الرنت. سم قول هذا صرف، احس ان هذا وش اللي ناقص؟ 50 تمام. يبغى مويه. طيب من وين يجيبون ال شو يسمونه الاغراض كذا؟ لحظة من وين يجيبون اغراض؟ ايش
وهذا الحين بدت الشكاوى تجي عليه شكاوى. خمسة وكم؟ 60 كذا، ثلاثة ونص. شغل اللمبة. طيب ايش نبغى، ايش نبغى نبغى عندنا من بديش تكون ما في مويه، ما في ايش من كذا. طيب اللايسن، خلي اللايسن بنك. هذا نجات سلة. اوكي لحظة، شبكة 10 3 شبكة 7.5. يشتكون ما في شاي اسود، ما في مدري ايه. هو لحظة 24 بوت تشتكي، ما في حليب، ما ادري. خلاص قفل قفل قفل، احنا على اخر اليوم، لا حد يجي. ابغى اشوف وين القى ان اشتري ثلاجة وكذا. هنا توسعة، ما ابغى اسوي توسعة الان. طيب هذا التوظيف، هنا التوسعة، هنا اللي هنا الفواتير علينا، هنا اللايسن. خلي اللايسن المانج، لا هنا البرودكت، هنا الاشياء، وهنا دي اشتري ثلاجة ب 200. ما معي 200 يعني، يبغى لي ابيع كثير. المفروض اني ما فتحت اللايسن بسرعة، المفروض اني جمعت حوالي 400 ربح اضافي بعدين فتحت اللايسن ذا. فكذا نكفي الحين. في الحين بصير عندي شكاوي مره كثير، بصير عندي اليوم يشتكون كثير انه شوف شوف الحين تطلع شكاوي الحين. شوف هنا شو دفعنا؟ احنا دفعنا والله والله دفعنا، مع ذلك ربحانين حتى الان. بس ابجريد كوست كلفتنا 200، اللي هي الطاقه اللي احنا شايلينها غاب، فبنشتغل زياده حاليا. عقولتهم احنا بنوصل زيادة عن 200 عشان نغطي الاحتياج ونضبط الأوضاع كلها. هذا فل. خلينا نفتح هنا البقالة. أنا ودي أنقل البلاك تي حطه فوق هنا تحت القهوة يعني، وهنا نشوف لنا منتج جديد نقدر نجيبه حطه مع زيادة. شوف زين. أنا ودي هذا خلص، عشان أنقل فوق السكة ذا، خليهم يضفون منه يخلصونه. واليوم غلط أسعار اليوم يا شيخ، 6 10 اليوم غلط أسعار. لو تشوفون شيء يكون هنا على الجهاز، على بعض الغار، تشوفون هنا عندنا القهوة غلط سعرها شوي عن أول. سعر اليونت صار أغلى، فأقدر أغلي هنا عليهم أنا، فهو صار 6.68. فنجي هنا حنا، انا مخلي ب 10 عندي، فابدا ارفع الزود. اتوقع هنا يدفع، وممكن ارفع عليه من زياده. هو دي راح المخبأ 15 10 5، وهنا مشغول سنتن. يلا بالعافيه. طيب هنا ايش فيه؟ هذا منه جزء اوف ذا. هذا شفت اخذ ولف ديور، وهذا يدور صرف. هذا يشيل يلا بالعافية. سؤال، انا الحين لو اغلط بالكاش عادي يعني، اعطيه فوق الحد حقه، يبغى بيض يسوي عادي؟ اصبر نجيب ثلاجة ونجيب دنيا نجيب ثلاجة. هذا القهوة قريب يخلص بالضبط 60. يا ما اللي بعده 80 راح يتفرع. طيب الثلاجة وين؟ ولي حلوين.
ايش يبون نشوف الحين. بالضبط اوكي جاهزين. اوكي حتى كل شيء منظور مضبوط كل شيء. كاش 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 جاهزين. خلينا نشوف الحين يمدينا نجيب مثلا بيض موية شيء يمدينا نجيبه. ايش عندنا؟ عندنا البيض يمدينا نجيبه. البيض ونجيب موية حاليا. شوف الموية طلع كذا الحين قبل لا ايش ياخذها بالتسريع حبتهم. يقول 2.66 احنا بنبيعها 2.55 2.55. شو ما شاء الله في عزيمة اليوم، في عزيمة شكلها اليوم. هذه دائما تاخذ خفيف خفافي. 43 اللي بعده او ناقص بيض. يب 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 انا جايب انا جايب انا جايب انا جايب بيض انا جايب بيض. اوه البيض خذ كامل. اوكي وهنا ايش؟ يا سلام الحق الحق البيض الحق الحق. استنى 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 البيض خلي خلي بربع طبقة بربع. اوه ما شاء الله ما شاء الله واضح اليوم في عزيمة. اليوم انا متأكد اليوم في عزيمة. 21 اللي بعده ما شاء الله يا الضفضفة ما شاء الله. بس 20 سنت خلها في سنت حسابي هدية. اوه شوف اذا غلطت في الحساب ينقص فوق عندي كذا 35. شوف يصير عندي واحد يزود هناك فوق وينقص اذا صار عندي شكاوى ينقص عندي بالاكس بي. اوكي 2 شوفون يزود عندي هنا موضوع الاكس بي. وايضا اذا صار عندي شكوى من احد الزباين انه كان ناقص غرض ولا شيء ينقص عليه اكس بي. فلازم يصير حريص عليهم مره يعني. ما شاء الله هذا انت الزبون المفضل انت. حلوين ناقص شيل ابشر ابشر ابي اجيب تشيز. 90 95 تفضل. طيب يا اخوان احنا حاليا احنا الان وصلنا لنهايه اليوم يعطيكم العافيه. وبكذا وصلنا لنهايه حلقتنا هذا اليوم. طبعا زي ما شفتوا الان حاولنا جبنا ثلاجه جبنا بعض المنتجات نحطها في الثلاجه ورتبنا وصلنا الان لفل 6 وقدرنا نجيب بعض الاشياء لكن على قولتهم. طيب يا اخوان حاليا انتم ما تشوفون جبنا احنا ثلاجه وضبنا بعض المنتجات اللي شيلنا فيها رخصة ثانيه. وفي عندنا هنا منتجات برضه اضافيه يعني ان شاء الله بنكمل. ان شاء الله النيه في الحلقه القادمه ان شاء الله ان احنا مثلا نشتري الرخصه اللي بعدها. خلينا نشوف كم تكلف الرخصه اللي بعدها. تكلف 400 فلاحنا لازم نجيب اقل شيء. في شوف عندنا هنا حاليا منتجات في هنا 1 2 3 4 5 6 ست منتجات تقريبا. في بعضها تحتاج ثلاجة ولكن الغالبية ما تحتاج ثلاجة تمام. فلازم احنا نجيب احنا حنقول الحلقة القادمة لازم احنا نوفر 400 زيادة على موضوع الأغراض. ممكن الأغراض ممكن نجيب مثلا هنا عندنا 400 لازم نجيب احنا نجيب ثلاجة ثانية. ممكن احنا نجيب ثلاجة هذه الكبيرة عشان يعني تاخذ مساحة مرة ممتازة توفر علينا. بدل احنا نشتري اثنتين من هذه واحدة كبيرة كذا تشيل اصناف كثيرة مرة ممتاز. وهنا ممكن بعدين هذه الاشياء طبعا. فممكن احنا نجمع الى ممكن 1000 اضافية بعدين نجيب الاشياء حق الرخصة مع رخصة مع الاشياء اللي بعدها. يعني ممكن نحتاج حوالي 800 زي كذا. فيعطيكم العافية على المتابعة. لا تنسون من اللايك والشير والاشتراك وتفعيل زر التنبيهات. واذا جبتكم الحلقة حطوا لا تنسون من اللايك يعني لا تنسون ابدا من اللايك. وعشان ابد نكمل في حلقه اذا عجبتكم هذه الحلقه ان شاء الله او اللعبه اللي هي محاكي سوبر ماركت. فيعطيكم العافيه ونراكم في المقطع القادم. سلام.